ونقوم على طول نازلين بالبصل، ومعانا كمان الثوم، والجزر، كل الكلام الحلو ده انا عايزه اشوحه، والكرفس، ونقلب بقى، هنحط ملح وفلفل، ملح وفلفل اهو، ممكن زي ما قلت لكم ممكن نحط كمان بصل بودره وثوم بودره، لان هما بيبقوا مدخنين كده شويه، فالتدخينه بتاعتهم دي بتعمل طعم حلو قوي في الشوربه، برضو على ذوقكم حسب ما تحبوا. عايزين بقى نحط البطاطس، حان وقت البطاطس، بطاطس متقطعه كده مكعبات، ممكن بقى لو عايزين تحطوا، يعني انا ممكن احط تنتوفه زبده كده حاجه خفيفه قوي. والله بصوا عشان تعرفوا بس ان انا هيلسي، بصوا قد ايه قد البطاطس، او حتتين زبده صغننين قوي كده. ممكن نحط بقى لبن او كريمه او ميه او شوربه، كل ده ينفع. انا هحط شويه لبن وشويه ميه سخنه كده، يعني تقريبا كوبايه من ده وكوبايه من ده، والميه السخنه، ممكن تحطوا شوربه، كل ده حسب المكونات اللي عندكم. انا بحاول اقول لكم على بدايل علشان تعملوا الشوربه وفي جميع الاحوال هتنفع. بصوا عايزينها بقى كده تغلي وايه وتدخل في التسويه لغايه لما الحاجات كلها تتهري، كاننا بنعمل شوربه عدس، فاهمين قصدي؟ تلاقي البطاطس اتهرت كده والجزر، وواضح جدا على شكلهم ان هم استووا، بيبقى شكلهم بقى لطيف كده زي اللي موجود معانا في الحله دلوقتي ده. بصوا بيبقوا مهريين بقى خالص، بصوا البطاطس يعني استوت خالص والجزر كله استوى. نضربهم بقى يا اما في الخلاط يا اما بالهاند بلندر، انا معايا الهاند بلندر اهو. جدا.